ده بوتاجاز 4 شعلة فريش، اشعال وشوايه ولمبه ومروحه، بيعمل معاك 3750 من مفتاح واحد للفرن والشوايه. في يونينير اي كوك برو سمارت، بيعمل معاك 7300. في زانوسي كول ماكس امان كامل، بيعمل معاك 7650 من مروحه حمالات زهر. في البوش الماني 5 شعلة 90، بيبدا معاك من 9500. اكتر حاجه عليها طلب في البوتاجازات عندك اللاجريمانيا، الزانوسي اكتر سحب، الفريش، ولان فريش لازم بموديلات كتير، في منه امان كامل، في منه جولد، في منه كاست، وهو فريش مع احترام لحضرتك يعتبر من رقم واحد في مصر في البوتاجاز كخامه وشغل وجوده. الزانوسي كويس تمام، بس الفريش الخامه بتاعته اجود من الزانوسي. الزانوسي ممكن مع احترام لحضرتك يعني غساله، غسالات الزانوسي ممتاز. طب ما تقول لنا اسعار الغسالات. في زانوسي 7 كيلو ايبرنا ماكس، دي بتعمل معاك 7800. في الستيم بتاعها 7 كيلو بخار، تفرق معاك عن الايبرنا اللي هي فيها بخار. بخار ده اللي هو الستيم بتطلع الهدوم، لا كرمشه ولا نشر بعد الغسيل ولا الكلام ده كله. في زانوسي 7 كيلو ايبرنا ماكس، دي بتعمل معاك 7800. في الستيم بتاعها 7 كيلو بخار، تفرق معاك عن الايبرنا اللي هي فيها بخار. بخار ده اللي هو الستيم بتطلع الهدوم، لا كرمشه ولا نشر بعد الغسيل ولا الكلام ده كله. مجفف، دي بتعمل معاك 10200. في ال جي غساله 9 كيلو جيباتشي، في منها الباب الكروم وفي منها الباب العادي. الباب العادي بتاعها بيعمل معاك 11500 9 كيلو، الجيباتشي تعمل معاك 12800. في منها ال 10 كيلو ونص ال ال جي تعمل معاك 16500. دي بالنسبه للغسالات. اكتريه الزبون يعني شعبي بينزل على زانوسي، في اللي بينزل على عبد، كل واحد حسب المقدره بتاعته، بس اكتريه السحب بيبقى معاك على الزانوسي. اكتريه الزبون بينزل يسال على زانوسي. ثلاجات في شارب من رقم واحد في التدريب العربي، في شارب، في منها العاديه وفي منها الانفنتر. العاديه بتاعتها بدون انفنتر بتعمل معاك 13500 بدون ديجيتال. في الانفنتر بتاعها بيعمل معاك 14800 اللي هي الباب العادي، في منها الباب الازاز 450 لتر بتعمل معاك 15700.